تصدح الحناجر نصرة للقدس ولفلسطين وإسنادا لغزة. إحياء يوم القدس العالمي احتضنه مخيم اليرموك بما يمثله من رمزية عالية لدى الفلسطينيين في سوريا، رمزية عبرت عنها رايات المشاركين في عرض عسكري للفصائل وتحمل أسماء غزة والخليل ورام الله ونابلس وجنين. القدس تعني كل الشعب الفلسطيني، كل الدماء الذي عم تسيل داخل فلسطين وخارج فلسطين هي من أجل القدس. صراعنا ما زال مستمر، ولن نرضخ ولن نتنازل بأن نتنازل على القدس أن تكون عاصمة دولة فلسطين المستقلة. ظللت بطولات الأحرار في غزة والضفة أجواء الاحتفال بالذكرى 45 ليوم القدس العالمي. هنا أثنى المشاركون على صمود الفلسطينيين في غزة أمام إبادة الجيش الإسرائيلي. يأتي يوم القدس العالمي هذا العام في ظل طوفان الأقصى، حيث أكدت المقاومة الفلسطينية أن هذا الكيان إلى زوال، والمقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى وجهت ضربة قوية للكيان الصهيوني وضربت دوره الوظيفي كحامي لمصالح أمريكا والغرب في المنطقة. وحدة الساحات أضحت واقعا ميدانيا عمدته دماء الأحرار في غزة والضفة ولبنان واليمن، دماء زكية رسمت طريق النصر ورد العدوان، يؤكد قادة الفصائل الفلسطينية. اليوم الحمد لله يشرفنا أن إحياء هذه الذكرى تأتي مع معركة طوفان الأقصى، هذه المعركة المشرفة التي أزلت هذا الكيان، مرغ جبينه بالتراب، بضعة آلاف من المقاتلين الأبطال حقيقة مرغوا جيش أنف وجبين جيش قوامه 600,000 جندي بالتراب والوحل. ألقيت في الاحتفال كلمات عديدة شددت على أهمية مواصلة دعم المقاومة في فلسطين وإلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي. على الدرب المعمد بدماء المقاومين في غزة والضفة وجنوبي لبنان وكل ساحة إسناد لفلسطين، يجدد الفلسطينيون والسوريون في يوم القدس العالمي عهد الأحرار الواثقين بحتمية النصر ودحر الاحتلال الإسرائيلي، عهد عمده مقاومون من هذه المخيمات بدمائهم على طريق القدس. محمد الخضر من مخيم اليرموك بدمشق، الميادين.